اسمعني وحطني على بالك زين مشعل، اياني وياك اشوفك داق مره ثانيه. خلاص اسكت، ما ابي اسمع منك ولا كلمه، الموضوع هذا تسكر خلاص. لو سمحت اقول لك، لو سمحت ليش حبيبي؟ لو سمحت هذه تنقال حق الناس اللي ارقى منك، بس دام هذا تفكيرك وعقليتك كذي لازم اكلمك بهالاسلوب. لا تدق مره ثانيه. لا والله نسيت انت شنو كانت قراراتك. يلا زين لف ذلف كله. اسمع يا ولدي، قبل 40 سنة كنا أنا وأمك عايشين عيشتنا حلوة وبسيطة، والله سبحانه وتعالى رزقنا فيك، ربيناك وكبرناك وعيشتنا من أحلى ما يكون، بس ما كسر ظهري إلا مرض أمك. صدق يا ولدي خشت عني مرضها، تدري ليش؟ لأن ما تبي تشوف الحزن فيني. وأنا اليوم يا ولدي أقول لك إياها، ما بكون سبب حزنك. هل انت لزيت سي في بنت خالك للشركة؟ ها صغير؟ صقر والله سرحان مع البحر تكفى. ما علي، بس في موضوع كذي شغل بالي. ايش قلت؟ اقولك دزيت سي في بنت خالك للشركة ولا لا؟ ايه كلمته بالموضوع، ناطرهم ان شاء الله من يدزولي ايميل راح ادزلك على طول. انت ايش اللي شاغل بالك والله؟ ايش فيك عسى ما يبتك طاري بنت خالك تغير وجهك؟ اسكت عبيد، لا يعجبني. اليوم امي جايبت لي سيرتها بالغدا، ما عندها اي موضوع غير شاهد من خالي. تذكر سوالكم انتو يا هال؟ تذكر حركاتكم؟ يا خوفي بس لا تفتح موضوع الزواج مره ثانيه. زين هذه بنت خالك يعني انت ولا فيها؟ الا اذا شايف لك شوفه ثانيه وساكت. لا والله ابد، لا شايف لي شوفه ولا شيء. بس عبود انا عندي قناعه بالزواج. يا اتزوج عن حب يا ما اتزوج خير شر. مو على بنا بنت خالي لازم اتزوجها. لا نشابه بعض، لا افكارنا نفس الشيء. 100% معك حق. اوافقك الراي. قومي يا يمي، يلا قومي قومي غسلي وجهك خلنا نذهب لك العيوق. يلا حبيبتي ليالي، يلا يما ليالي قومي يا يمي، يلا يلا حبيبتي ليالي، يلا يما. صباح الخير. اهلا. لا والله ما نمت عدل كلش. اوف انوار الاحلام الكوابيس، شو اقول لك؟ احس جسمي كله متيبس.
احسني مشلوله، تيني والله العظيم تيني لحظات ابي اصارخ، ما اقدر اصرخ، احس في شيء قامتني قاعده على صدري. بسم الله عليك، انت ما راح تحسين فيها الا لما تصير فيك. يا ايش بتسوون اليوم؟ لا انا اليوم قاعده بالبيت. لا ما رحت. نورة زينة الحمد لله. لا وين طلعت من الصبح؟ راحت المستشفى. قولي ايش عندك، ايش فيك؟ يلا اوكي تعالي تعالي، يلا ما عندي شيء. اوكي يلا اوكي انطرك، باي باي. أنوار قاعدة بريحاتك اليوم، ما رحت الجامعة ليش؟ إيبا اليوم الأستاذ اعتذر، فقلت أقعد شوي أستغل وقتي أخلص روايتي. زين، نورة راحت المستشفى للولد؟ إيبا طلعت من الصبح راحت لهم، بعد الولد نفسيته وايد تعبانة، حتى الأم علي كلها قاعدة بروحها، أحس نورة لازم تكون واقفة يمهم بهالظروف. ما علي، إن شاء الله تعدي على خير. إي ما علي، خلت تروح لهم بس مو تنسى نفسها. أنا بعد حتى موضوع الإجازة ترى ماني راضي عنه، مو عاجبني. ما علي وبخلها على راحتها، وبعدين ترى نورة عاجلة تدري إيش قاعد تسوي. لا تنسى بعد هي نفسيتها وايد تعبانة من اللي صار، يمكن شذي تتحسن نفسيتها. الله كريم إن شاء الله، الله كريم. المهم لا تسوون غدا، أنا بمر المحل عندي كم شغلة أخلصها وبجيب لكم غدا من المباركية. تبون سمك؟ زين نبي سمك. أحبكم حق السمك. صباح الخير. صباح النور. هاي ما تريكتي ولا بعدك؟ لا والله سويت لي كوفي. عليك بالعافية. يعافيك. هذا نصيبنا. وبعدين الدكتورة قالت ان الحين في امل. ليالي ايش فيك يما؟ ما فيني شيء. هذه إرادة الله سبحانه وتعالى، ما لين فيها وأنا راضي. ليالي مش على اتصل فيك ذبحني وهو يدق للحين يحبك؟ ما بيحبه، شبي في عقب ما خلاني من غير سبب. ما يخالف يما، عطي الريال فرصة. الريال يمكن الحين حس بغلطته، يمكن الحين قاعد يفكر ويقول لك شنو اللي صار بالضبط. لا يما اعطيه فرصه، ليش؟ انا مو رخيصه عند نفسي. بس انت قاعده تكبرين، ارجوك لا تكملين. انا ما انخلقت علشان اكون رهينه عند ريال. ليالي شو اخبار نوره اخت انور؟ صدقين وايد قاعده حاتيها، كاسره خاطري المسكينه عقب الحادث، من قعدت من النوم وطاريها كلها في بالي. طمنيني عليها ان شاء الله كل امورها تمام، ترى اللي صار لها مو شوي. اي والله يا يما كلامك بصراحه الحمد لله هي بخير وعافيه. الحمد لله الله ستر على الولد. الحمد لله يستاهل الحمد. الله يهون على نوره ان شاء الله. اللهم امين. الحمد لله على كل حال يا يما، الله يقوم لي بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. الحمد لله الإصابات ما جات بليغة،
إن شاء الله مع العلاج الطبيعي راح يصير أحسن. إن شاء الله. صدقين خطيبته ما سألت عنه ولا زارته، قلبي قارصني منها من أول يوم شفتها فيه. ما عليه خالتي، كل غايب عذره معه. الله يقوم لك بالسلامة يا رب وتفرحين فيه إن شاء الله. إنزين خالتي، أنا بمشي الحين وإن شاء الله أمركم مرة ثانية. مع السلامة. مع السلامة يما. We're counting down our picks for the top 10 myths confirmed by the Mythbusters. Before we begin, we publish new video to be true. We'll be ranking our list based on the surprise factor, sense of fun, and the ingenious ways in which the team can ايش فيك يا بوي؟ شنو ايش فيني يا عبيد؟ هذا وانا قاعد بينكم ناسيني. باكر لا كبرت وتزوجت اكيد بتنسوني مره واحده، بتخلوني بهالبيت بروحي. فايبه ما عاش اللي ينساك، اف عليك بس. بعدين على طار الزواج اول واحد بهدنها اللي لابس بيكاتشو قاعد يرفس وصاحي. انا عن نفسي شايل فكره الزواج من بالي. لا يا يبا مو بكيفك ما تفكر بالزواج. باكر يا يبا تحب واحلى ما في الدنيا تحب وتنحب، تشوف شخص يخاف عليك وتخاف عليه، تحبه ويحبك. انا يا يبا حبيت امك وتزوجتها، تزوجتها عن حب. وقبل لا تزوج امك ايام المراهقه امشي واحب، وبعد ما توفت مرحومه امك تزوجت انت، بس امك ما انساها طول عمري. هي الحب احلى ما في الدنيا، الحب يا ولدي الحب. نكتني العبره وانا مالي شغل يبا، الكثر فيك حب وامل ما شاء الله. وين 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 تطنز ويغيهك يا يبا؟ انت ايش عرفكم الحب؟ انتوا جيل السوشيال ميديا، وينكم وين الحب؟ اي مستر ضاري. يس سر. كم اون بليز. اوكي ثانك يو. مورنينج جايز. انت ما تستحي على وجهك؟ ليش؟ شو اللي حاطه على 24 ساعه على وجهك هذا؟ يبا انت على فكره ما تدري شنو هالشيء، وانا واثق انت اذا جربتها وايد راح تستانس على اللعبه. اصلا يمكن تشتريك واحده اتوقع. ما بعرف اللعبه. لا لا صدق ما انا عارف. ولا يبا اقول لك على شغله. نعم. انت لازم تجرب. ولا انا مجرب. لا لا يبا في ار. مو بكيفكم، ماني كبرت. يلا يلا خليني اكلمك. هذا شكلكم انتم هذا. يلا في ار شيء عجيب. ما في ستاند اب. ستاند اب ستاند اب ستاند اب ستاند اب. كلم ابوي عدل شو اوكي. ستاند اب بعدين. ستاند اب. لا 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 يعمرني. لا 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 ما في. هذه اللعبه تجرب. قول اسف. قول سوري. اسف سوري سوري سوري. امانك يبا بس مره بس مره خمس دقائق خمس دقائق. بليز بليز بليز. والله ان صار فيني شيء ولا لا لا ما يصير فيك شيء. ايش دعوه لعبه؟ قلت لك هذا انا. يا خبر شيلها يا شيلها 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 شيلها. حسبي الله على ابليسكم. كبركم انا. الله مستقبلي يا يمه، ضاعت حياتي كلها يا يمه، ريلي راحت. بس يا يمه، بس يا حبيبي، هذا قضاء الله وقدره، وان شاء الله بتقوم بالسلامه. شلون يمه شلون؟ شلون انا قاعد قدامك كذي ما اقدر اتحرك؟ شلون قولي لي؟ ما اقدر اشارك بالبطولات ولا اقدر ارفع اسم الكويت. يا يمه يا حبيبي، باذن الله بتقوم بالسلامه وبتشافى وبتشارك ببطولات ثانيه. نورة البارح طول الليل ما نامت مسكينة، تحات الولد اللي دعمته، تخاف تصير له مضاعفات بعد العملية.
لا حول الله. زين التحقيق ايش صار عليه؟ طلعوا الغلط على منو؟ والله ما ادري ايش اقول لك يا اخوك. نوره تقول انه طلع فجاه وكان ماسك التليفون، وهي بعد الله يهداها كانت مستعيله شوي، ما يندرى الحق من عليها. لا تحاتي يا محمد، انا مستعد اوكل لها محامي شاطر. هذه نوره بنتي. لا خلنا ننطر شوي، ام الولد وايد طيبه، تقول ما تبي تكبر السالفه، المهم عندها سلامه ولدها. الله يقومه بالسلامه ان شاء الله. الا ما قلت لي اخوي، شو اخبار البنات؟ اوه ما شاء الله كبروا وصاروا حريم، الحين لو تشوفهم ما تعرفهم. ما شاء الله. سامحني يا اخوي انا مقصر بالزياره شوي، لكن والله دائما افكر فيهم. واحنا بعد مقصرين. الله يحفظهم لك ان شاء الله، المهم انا استاذن الحين وان شاء الله بمرك انا وليد البيت ان شاء الله. حياكم الله باي وقت. الله يحييك، فمان الله. فمان الله. يبقى حميد شيل يبقى. نورة ايش فيك حبيبتي؟ ايش صاير؟ رديت حلمت نفس الحلم، ما ادري لمتى بحلم بنفس الحادث. تعبت انوار والله تعبت. زين مالي مالي حبيبتي، انا حاسه فيك. وبعدين اللي قاعد يصير معك ترى طبيعي عادي، يعني فتره وبتعدي ان شاء الله. انا لازم اروح حق حمد، لازم اوقف معاه، ما بي أكون أنا سبب دمار حياته. راح توقفين معاه حبيبتي وراح تساعدينا وراح يتشافى إن شاء الله وكل شيء بيكون تمام، لا تحاتين. أوكي؟ بس أنتي أنا ما بيك تفكرين وايد. يلا قومي غسلي وجهك وتعالي خلينا نشرب قهوة أو نتريق مع بعض. أوكي؟ زين؟ هذه حالة الواحد يقاعد سافر استانس، أنا مجاب لها المطبخ على شنو ما أدري، أنا خدامة سايق. أنت إيش قاعد تقول؟ إيش قاعد تخربط؟ قاعد أقول البديان هذا موديل جديد، شوفي ما شاء الله لين الزينة كأنه سفنج. إيه المهم بس عن الخربطة هذه أقول لك، أبيك اليوم تبيضها قدام أخوي، مو تقعد تخربط قدامه. شلون ابيضها يعني بالله؟ اقصد موضوع ولدك صقر، خلاص انا اتفقت مع اخوي على موضوع الزواج. اتفقتي مع اخوك وصقر ما له راي؟ ما يصير عم هذا رجال، خذي رايه. انت شنو ما تفهم؟ قلت لك خلاص اتفقنا مع بعض، يا ربي لا متى نعيد ونكرر عليك احنا؟ ليش تاخذين رايي؟ خلاص سيبي الملاك وقعدي مع اخوك وولدك وملكوا، انا طمرطين في البيت. ايه توك تدري اخو من زمان عيون انت طبرطين. والله اخوي من زين اخوك كنا مصارع ياباني. والله يا ابو صقر انا يشرفني ويه الكبر. شل اخو هذا؟ شنو ما عاجبك اخوي بعد؟ هذا اخوك وفيها لوين؟ لا والله والله. يلا يمه يلا يا حبيبي، لازم تاكل علشان تقوي عظامك وتقوم بالسلامه. ما ابي مشتهي، ما ابي اكل شيء يمه، هي بس اقوم امشي على ريولي مثل قبل. يا يمه يا حبيبي شلون تبي تمشي على ريولك وانت مو راضي تاكل؟ اكل هذه اللقمه علشان خاطر امك. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بسم الله ما شاء الله، انا شايفك النهارده احسن كتير، طمني عليك يا بطل عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله يا دكتور احسن. شوف يا حمد انا عايزك تشد حيلك كده عشان ترجع زي الاول واحسن. ان شاء الله دكتور. حاضر. عموما بعد بكرة إن شاء الله أنا هعمل لك عملية تانية عشان رجليك، وبعدها بقى يا بطل تقدر تخرج من المستشفى، بس أهم حاجة يكون عندك عزيمة قوية عشان جسمك يتفاعل مع العلاج وانت بقى بطل، ودي مهمة صعبة هتبقى سهلة عليك. حاضر دكتور.
وهلتزم بكل شيء إن شاء الله. الظاهر اللي صار خيره علشان أقدر أوخر عن حمد، وأنا كنت أنظر أي شيء يخليني أوخر عنه علشان أقدر أصلح الغلطة الكبيرة اللي طيحت نفسي فيها لما وافقت على حمد. أوكاهي الفرصة وصلت ليه عندي، بس حمد يحبني، بس أنا ما أحبه ومستحيل أقدر أعيش معاه. أنا لازم أقول حق حمد هالكلام، أو يفضل نكون بروحنا. أي ما كله أروح المستشفى باكر الصبح وأقعد مع الدكتور، وهم أقعد مع حمد وأحط النقاط على الحروف. ألو، هلا أسو. هي أكيد بروح، يعني مع منو بكون؟ بالبيت؟ لا تكفين، ما لي خلق والله، مو اليوم. خلاص مو مشكلة، أشوفك بكرة إن شاء الله الصبح. يلا تمام، باي باي. وين وين وين؟ علامه كذي مستنى؟ ورايحه بتطلعي؟ لا وين اطلع صقر؟ ايش فيك الله يهداك، نسيت اليوم بعد خالي بي؟ بذمتك خالي جاي اليوم هني؟ اليوم زايرنا ان شاء الله، امي قالت لي بعد نادي لي صقر مره واحده على طريقك. ولا اكون بعد شهد جايه معاه؟ لا شهد مو جايه معاه. المهم عن كثره الاسئله مش خلينا ننزل. زين حجيك شلون ناصر معك؟ متواصله معاه ولا؟ الحمد لله تمام، الامور بخير. لا تحاتي، الفال لك ان شاء الله تتخطب بعدين انا نخطب. الله كريم. يلا ان شاء الله. يلا هاي، السلام عليكم، شلونكم؟ عساكم بخير. انا الحين مثل ما قاعد تشوفوني انا بحديقة بيتنا، وفي شيء مهم ابي اقول لكم اياه، الاعتناء. ترى الاعتناء واجب علينا، انا بشكل يومي اعتني بهالحديقة، فما بالكم الاعتناء بالصديق او بالحبيب. وفي شيء بعد، ترى قهوتي ما اشربها الا بهالحديقة. يلا باي باي. كذابة كذابة، حسبالك قاعدة بكاليفورنيا؟ حديقتكم حتى ما فيها حديقة، بيتكم مو كاملة حديقة حتى. الحين انتش حارج يعني، الناس شايفين الجانب الحلو اللي فوق، انتش تبين؟ لا قصدك قاعد يشوفون الجانب اللي فوق وناسين الجانب اللي تحت. حديقتكم حتى مو حاطين فيها لا طاولة لا كراسي، ما فيها حديقة. اذا ايش تبين الحين انتش حارج؟ ما تشغل، قولي لي شنو كان فيك لما دقيتي علي؟ صوتك ما كان مريحني نهائيا. لازم تذكريني وطيق خلقي. زين ما علي، تسولفين لي شنو فيك؟ اسولف معاك بالربع الخالي، انت بعد مينونه. ما علي انا اندمجت شوي، خاص تبين دش داخل بليز. يلا حياك. الله يحييك. تعالي نورة شلونها؟ وعليها سكتي تكسر الخاطر، ذاك اليوم دشيت عليها الغرفة من صراخها عبالها في أحد داش عليها يبي يذبحها. ما تلومينها ترى، تخيلي انت لو دعم قطو شو يصير فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا يبا، شلونك ليالي؟ الحمد لله عمي بخير. عساك بخير. يبا رايح الحين، بروح المباركية شوية اطلع على الدكان. يه عمي رايح سومو. سومو؟ سومو شنو؟ عمي المباركية الحين يسمونها سومو. يا سومو الله يهداك، انا ايش فهمي بسومو؟ انا المباركية يلا عرف الله يهداك. بس خلاص عيل ما نغير اسمها المباركية. بارك الله فيك، طلع على اختك يبا. ها ان شاء الله يبا. فما لا عمي سومو، ابو مال سومو. افكت سناب الحين وانت بالمباركية يحط لك سومو. لا والله قدامي قدامي قدامي، خلينا نسوي لنا قهوة. تو اور سومو، تو اور سومو. والله كبروا العيال وكبرونا وياهم، عسى ربي يحفظهم وما شاء الله عليهم. يحفظك ان شاء الله اخويا جاسم، هذا كله من عمرنا. شفت شلون؟ ما
ما شاء الله كاهي بنتك شهد كبرت وتخرجت من الجامعة وإن شاء الله نشوفها عروس، مو كذا يا سعود؟ إيه نعم صارت عروس. لا والمعرس بعد موجود، لا تفكر موجود وما عليه قاصر بعد. ها يا مصقر شفيت؟ كنت نسيتي ولا هونتي؟ إيش تقصد يا سعود؟ أنا أقصد صقر وشهد. لا 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 بالعكس أنا مو ناسية ولا شيء، بصراحة أنا شهد ودي تصير جنتي من زمان، هذه الساعة المباركة والظفر ما يطلع من لحم. طبعا أخوي جاسم الظفر ما يطلع من لحم ودهنا مكبتنا، وثاني شيء صغير وين يلقى بنية مثل بنتك شهود الله يحفظها. يعني إحنا متفقين إن صقر حق شهد وشهد حق صقر، ولا إيش رأيك يا صقر؟ صقر خالي قاعد يكلمك. إيه لا عدل عدل كلامك خالي، ما شاء الله كل اللي قاعد تقولونه كله عدل بعدل. أنا أذنكم. وعلى يستحى ولدي. ولدي حياوي وثقيل طالع على أبوه. إيه. شرب شاي أخو جاسم شرب شاي. ليش متكدر يا أخوي؟ ما يخالف، ترى أنا ما أحب أشوفك متضايق، هالأعصاب والضيقة ما راح تستفيد منها بشيء. شو أسوي زين؟ الموضوع مو بيدي. ما تشوفين شلون قاعد مشون حياتي كلها على مزاجهم؟ شنو يعني بالله شهد حق صقر وصقر حق شهد؟ إيه ليه متى؟ ما حد راح يقدر يجبرك على شيء، وهذه حياتك بالآخر. بس صدقني الأعصاب والصراخ ما راح تستفيد منها بنتيجة. زينب أنا إذا بختار ما راح أختار إلا البنية اللي يحبها قلبي واللي راح أكمل معاها باقي عمري، مستحيل أخليهم يختاروا لي أي أحد. صقر اللي يحبها قلبي شنو أنت تحب؟ هو مو المقصد إن أنا أحب ولا ما أحب، بس هو طبيعي يعني ما راح أتزوج إلا البنية اللي أنا حاسس إن هي راح تسعدني طول حياتي. إن شاء الله ليش لا؟ المهم أنت لا تتضايق، ترى ما احب اشوفك متضايق، وبعدين شكلك مو حلو. ما عليه خليني انت الحين، انا بروحي وروحي داخلي اضحك بعدين امشي. يلا روحي داخلي. يلا اوكي. سمعي له شو اسمع له انواره، اسمع حق واحد هدني بوقت انا وايد كنت محتاجه له فيه. تدرين شنو يعني واحد يفسخ الخطبة قبل الملشة بيوم؟ سمعتي صارت بالحضير، الكلام اللي انقال عني مو شوية. صدقيني اللي أحس فيه شيء ما حد راح يحس فيه. انزين حبيبتي ما عليه، أنا أدري إن هالشيء كان مضايقك، بس خل أقول لك شيء، يمكن هو حس بغلطته، يمكن يبي يكفر عن ذنبه، ليش ما تعطينا فرصة ثانية؟ ليش تظلمينه؟ لا ما تظلمينه، ده أنا ما ظلمت أحد، هو الظالم. الظلم أنه هو يخليني أكره حياتي، الظلم أنه هو يخليني أكره الرجال كلهم، يخليني ما أتثق بحد، يخليني أكره حتى الحب، خلاني أكره كل شيء. أنت إيش فيك؟ هو اللي ظالم مو أنا اللي ظالمة. إنزين ممكن تهدين الحين؟ خلاص كيفك، سوي اللي يريحك. أنت مو قلتي إنك قلتي له لا يدق عليك ولا يكلمك؟ خلاص يمكن هو اقتنع بهالشيء وما راح يكلمك بعد. لازم يقتنع بكلامي، لأن إذا ما اقتنع بكلامي عاد يذبحه. ليالي شو هالحكي ايش فيك؟ أنت نسيتي شنو الكلام اللي انقال عني؟ أنوار أوه أنا كنت أدرس بروحي برا، أنت ايش فيك؟ هدني قبل. أوه خلاص أسعد بس. والله كلام وايد كلام وايد. خلاص انسي انسي طلعي من راسك، خلاص ماكو شيء. ان شاء الله ما راح يكلمك بعد ولا راح يقرب صوبك. لا يقرب صوبي راح اذبحه. انزين انزين خلاص اهدي شربي مايك. هيا الله من جانا. الله يحييك يبجيك، هذه الساعة المباركة. الله يبارك فيك خليك. ننطر هالزيارة من زمان يا ابو مرزوق.
نتشرف نتشرف يا ابو عبد الله. مشكور مشكور. بسم الله. اقول ابو مرزوق، سم طال عمرك. سم الله عدوك. تراني وصيت الصحفي وراح يجيك يوم الاحد، شوف عاد انت ايش ودك تقول باللقاء وقول له تفاهم معه. تسلم يا ابو عبد الله، رايتك بيضه. عفا عليك، هذا حق واجب، تامرني امر. بغيتك بخدمه يا ابو عبد الله، بس لا تردني وانا اخوك. ما عاش اللي ردك. في بنت من طرف ام مرزوق مقدمه عندكم بالشركه، ابيك توصف فيها، اسمها ليالي جمال. حاضر يا ابو مرزوق، انا بوصي ولدي عبد الله عليها ان شاء الله. تامر شيء ثاني بعد؟ ما تقصر يا ابو عبد الله، رايتك بيضه. الحمد لله على سلامتك، ما تشوف شر ان شاء الله. الله يسلمك يا شيخ خاله. بعد دايت بس عشانك ما راح اردك والله. واحده ما تاثر. الله يسلمك وان شاء الله تقوم باسرع وقت. ها الله يسلم منك، ان شاء الله اقوم باسرع وقت. شد حيلك، تعال خلينا ناخذ لنا صوره. مشكوره خالتي، ما سيرفسك قوي يعني شو. تكفى قولي ايش رايك بقهوه الوالده طلبية هذه؟ والله خوش قهوة. عليك بالعافية يا يما. عاد لازم نمشي بسرعة. وين مشارته والناس؟ والله تمرين خيي، تدري بعد. مشاري تكفى لا تقاطع. لا لا إن شاء الله ما راح أقاطع. سلم على الشباب كلهم بالنادي. وكل يوم عندك أنا إن شاء الله. بالعافية. الله يعافيك ويخليك، وتقوم بأسرع وقت. الله يحفظ لك إن شاء الله. يلا مع السلامة. مع السلامة. حمد يما. أجهز لك تاكل؟ لا يا إمّا، مو مشتي أكل شيء. على راحتك يا إمّا. تفضل. مرحبا دكتور. اهلا بك، تفضل استريح. شكرا دكتور. انا ابي اسال عن المريض حمد سلمان اللي كان مسوي حادث، وسالت الريسبشن قالوا لي ان انت دكتوره وانا خطيبته، ابي اطمن عليه. اهلا بك، شرفتينا. الحقيقه هو حاله حمد مستقره دلوقتي، والحمد لله احنا عدينا مرحلة الخطر، بس هو كانت اصابته خطيرة لان كان عنده كسر في عظمة الفخذ، ومكان زي ده من الصعب ان هو يلتئم عن طريق الجبس، عشان كده احنا ركبنا له مسامير، وان شاء الله مع جلسات العلاج الطبيعي يرجع زي الاول واحسن. زين دكتور، يعني مرحلة علاجه هذه راح تطول؟ ده بيتوقف على تقبل جسمه لجلسات العلاج الطبيعي، وفي الغالب حاجات زي دي مش بتاخد أقل من 6 شهور. أوكي. شكرا دكتور، يعطيك العافية. شرفتيني ستي، مع السلامة.